زمان دار مقصود ما عملنا لهم قيمة وحسبناهم يدوموا ما عملنا لهم قيمة وحسبناهم يدوموا لا فرح يدوم ديما ولا جديد يبقى بسومو لا فرح يدوم ديما ولا جديد يبقى بسومو انا المحول طغى وكلام الرقيب وحديث العايسان قلبي Thank you.
ويخون الصحن نوصيك عن حوت البحر وحش المحبوب زاد في قلبي ورقى اسمع يا فهم النظر
بليدات بالعباس قوى على خير بقوى على خير والفرح دايم الله يحفظ بليدات مستغانم قوى على خير قوى على خير والخير جاير الله يحفظ أرض الجزائر أبقى وعلى خير أبقى وعلى خير وصبح صبح مصلى على النبي محمد يربح أبقى وعلى خير سلامة 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 والله يا عيوني أبقى وعلى خير سلامة 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 تقعدوا بالعافية نشكركم ميرسي بوكو ميرسي على ساعة صدركم ووسع خاطركم جيسبر أدينا لكم حاجة مليحة نشكركم اللي قعدتوا معنا نشكر كذلك جمعية الأندلسية إن شاء الله طول العمر مديد العمر لما دائما يعرضونا نجو إحنا نعرضوهم يجو سان فاسون بيناتنا إحنا يا أخوة دائما أوني بون بريزون إن شاء الله يخليهم بخير إن شاء الله وهذا الجمهور الكريم وكذلك التفاتة شيخ البلاد شيخ شفيق حجاج اللي قعد لنا وشرفنا بحضوره بارك الله فيك وخويا نصر الدين كذلك قلفات ان شاء الله كانوا شيوخنا اللي هو حي ربي يطول في عمره واللي هو مات ربي يرحمه لهلا يقطعها عدا وكل عام انتم بخير تصفيق حارة على الفنان فيصل بركريزي والجوق الذي اتانا من مدينة مستغانم بن بهجة شكرا على هذه الوصلات الفنية الرائعة وهذا العرض الجميل إذن هناك تكريم تفضل معي السيد الرئيس تكريم للفنان القدير الذي أتحفنا من خلال الجوف المرافق له الفنان مايسترو فيصل بن كريزي وتتفضل معنا الأخت بن كريزي أخت الفنان فيصل بن كريزي مدام بن كريزي تفضل معنا تكريما لهذا الفنان القدير الذي أتانا من مدينة مستغانم وهو يمثل كل الوطن الحبيب الجزائر الحبيبة من خلال هذه السهرة الكريمة احتفالا بذكرى 25 لتأسيس الجمعية الثقافية الأندلسية إذن دائما الفن يخلق العادة العائلية وفي هذا المجمع الأخوي شكرا على كل حال vous pouvez pas vous tromper visage واحد et bien sûr la frangine elle habite elle réside au Liban Lebanon دونك ماذا بينا لو كان قلنا كلمه ولا زوج يعني اول شيء مساء الخير عليكم كلكم وانا حصل لي الشرف انه ارجع بلدي كل سنه او كل ست اشهر واجتمع بالشعب الجزائري الحبيب ل
اللي عنده سمعة كتير كبيرة بالشرق الأوسط، وبفتخر أنه أنا منتمي لهالبلد الطيب. وين ما نروح بلبنان ويسموه إلا أهلا وسهلا بشعب المليون ونص شهيد. ميرسي بوكو، الحمد لله. شكرا. إذا مصر أصبحت أيام أيام الأندلسية أيام عربية. شكرا على هذه الأمثلة الكريمة. إذا تكريم آخر أو التروفي الوسام، ويتفضل معنا سيد سيد أحمد. أين أنت سيد أحمد؟ أنا نحب هذا سيد أحمد عبيد، أو إحنا معنا تفق أحرى على سيد أحمد. سيد أحمد عبيد عضو كذلك مؤسس للجمعية الثقافية الأندلسية. التقاء الأحباب، ودائما الفن والموسيقى تصنع الحدث بنفسها. تسفق مرة أخرى. يتفضل معنا كذلك السيد الحاج نوردين يسعد كذلك لتقديم شهادة تقديرية للجوق الذي أتحفنا الوهجة من مدينة مستغانم الثقافية. تفضل سيدي. تحية للحاج بن سعد الذي حاضر معنا. إذا كذلك أبت الجمعية الثقافية الأندلسية إلا أن تقدم شهادة تقديرية لنائب الرئيس هكذا حبيب. ويتفضل معنا. تفضل حبيب. شهادة تقديرية على ما أظن هناك. إذا اليوم الافتتاح يوم الجمعة، ثم يوم السبت إن شاء الله الحفل الاختتامي دائما بوزارة الثقافة إحياء لذكرى 25 لتأسيس الجمعية. سيد الرئيس سيما، شكرا. إذا كتاب للجمعية. شكرا على هذه الصورة الكريمة. أستودعكم الله. الملتقى إن شاء الله يوم الجمعة. إلى اللقاء وتصبحون على خير. شكرا. شكرا.